هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أوصلنا إلى آخر ليلة من رمضان، هذه آخر ليلة، دوام الحال من المحال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحمد لله على كل حال، ونعوذ به سبحانه وتعالى من حال أهل النار. هذا الضيف الكريم الذي نزل علينا مبجلا معظما مكرما، فنزلت معه الرحمات والنفحات والبركات. وإن كان لابد لكل ضيف من رحيل، فإنا والله على فراقك لمحزونون يا رمضان، والله يعز علينا فراقك يا رمضان. لا يسعنا إلا أن نودعك كما استقبلناك في أول مجيئك يا شهر الصيام، فنقول لك السلام عليك يا شهر الصيام، السلام عليك يا شهر القيام، السلام عليك يا شهر القرآن، السلام عليك يا شهر الإيمان، السلام عليك يا شهر التراويح، السلام عليك يا شهر المصابيح. من الغد تنطفئ المصابيح وتنقطع التراويح، ونرجع إلى العادة ونفتقدك يا شهر العبادة. فاللهم يا ربنا ويا سيدنا، اجبر كسر قلوبنا على فراق شهرنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم يا ربنا بلغنا رمضان أياما عديدة وسنين مديدة. اللهم أطل أعمارنا وحسن أعمالنا، ولا تطل أعمارنا وتسيء أعمالنا يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى اللي مش يصلي المغرب بإذن الله يصليهم بك الآيات اللي ربي سبحانه وتعالى اذكر فيها شهر رمضان، وسنرى كيف يعز علينا هذا الفراق، وكيف سنبكي على فراق هذا الشهر. اقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واقرأ: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد يا ربنا ويا سيدنا ويا خالقنا، يا من قلت بعد هذه الآية مباشرة: وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الإخوة الكرام، ها هو رمضان قد انقضى وولى، وهو بإذن الله سيعود في العام المقبل بإذن الله وفضله ومنه، ولكن هل يضمن أحدنا أن يكون موجودا في العام المقبل؟ الله أعلم، ربما نكون في عداد الأحياء وربما نكون في عداد الأموات، فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نقوم بتقويم عملنا طيلة هذا الشهر الكريم. لابد أن نحسب أعمالنا. ألم يقل لنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. اسرع وحاسب نفسك، وقت اللي تجي ترقد في الليل أعمل موازنة كاملة لأعمالك في النهار، وقت اللي يوفى شهر رمضان أعمل موازنة كاملة أش عملت في هالشهر هدايا، ماذا قدمت من خير فاشكر الله سبحانه وتعالى عليه، وماذا قدمت من شر فاستغفر الله منه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، زنوها بميزانكم، فثقلوا الحسنات وخففوا السيئات. واعلم أخي المؤمن أن ميزان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يزن بالذرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. عليك أخي المؤمن وأختي المؤمنة أن تعمل أخي وتعملي أختي على أن تكون حسناتك أكثر من سيئاتك، على أن تصل إلى ربك سبحانه وتعالى وقد تزودت في هذا الشهر العظيم بكل خير، حتى تخرج بإذن الله سبحانه وتعالى غدا يوم العيد مهللا مكبرا فرحا بصومك بإذن الله سبحانه وتعالى. نعود بإذن الله سبحانه وتعالى بعد فاصل قصير. ليس له مثيل. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. بالله عليكم أيها الإخوة الكرام، حسبناش أنفسنا طيلة هالشهر العظيم؟
اش عملنا من اعمال خيرة وش عملنا من اعمال سيئة. كم زرت من اقاربي فوصلت رحمي، ولا بالعكس كم قطعت من رحمي فلم اذهب اليهم ولم اواسيهم ولم اسأل عنهم. كم من غيبة اغتبتها ولم استغفر من الله سبحانه وتعالى منها. كم من اصلاح ذات البين فعلته في رمضان، دعاني احدهم لاصلح بينه وبين زوجته، بينه وبين اخيه، فوفقني الله سبحانه وتعالى الى ذلك، فكان ذلك عند الله سبحانه وتعالى خيرا من الصيام والقيام. ام دخلت بين زوجين او اخوين ففرقت بينهما فكانت هي الحالقة. قال صلى الله عليه وسلم: افساد ذات البين هي الحالقة، لا اقول تحلق الشعر بل تحلق الدين. كم اخذت من قفة ملأى بالخيرات والمطاعم والمشارب وأوصلتها إلى من يستحقها من الفقراء والمساكين. كم بخلت عن الخير ولم أخرج ولو من ليمن من جيبي إلى من يستحقه. كم زرت من عائلة فقيرة فواسيتها ورتبت أو مسحت على رأس الأيتام فيها، خاصة وأنا أسمع رسولي وحبيبي وقرة عيني صلى الله عليه وسلم يقول: خير بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساوي إليه. هل أحسنت للأيتام أم أسأت إليهم؟ كم زرت من مركز لرعاية المسنين والمقطعين عن عائلاتهم؟ كم أحسنت إليهم أو أني قلت: لا أنا أهتم بذلك والأمر موكول إلى من يقوم على خدمتهم والانشغال بهم؟ كم عاونت من غريب ومن عابر سبيل؟ كم فطرت من صائم وأنا أعلم أن سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر ذلك الصائم شيء. كم صليت من صلاة في الجماعة أم أني أصلي في بيتي وأقول الحاضر يجزي الغيبة؟ ثم الناس تو تعمر المساجد، وهذا هو الخطر. الخطر كل الخطر أن يستقيل كل واحد منا عن مهمته. يقول مثالش حتى إذا كان مخرج روى ثم شكون ماشي يسد البقعة متاعي. تصوروا لو أن كل شخص منا قال هذا الكلام لا فرغت المساجد من عمارها. كم من إفطار حضرته في بيتي وجلست حول المائدة مع زوجتي وأولادي إذا كنت متزوجا، فأحسنت إليهم وأدخلت إليهم طرفة من السوق، خاصة وأنا أسمع سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدخل طرفة من السوق كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة وحط عنه بكل خطوة يخطوها سيئة. وليبدأ بالإناث فإن الله سبحانه وتعالى يرق للإناث.
هذا إذا كنت متزوجا، ولو كنت عازبا كم من إفطار جلست فيه مع أبي وأمي وأحسنت إليهما وأدخلت لهم ما يشتهياني من طعام وشراب وهدية يكون لها أعظم الوقع في نفسهما. كم قبلت أيديهما، كم قبلت رأسهما، كم سمعت كلامهما ولم أعصيهما، أم أنني مهتم بغير ذلك، مهتم بالذهاب إلى المقاهي وإلى السهرات وإلى الأصحاب وأتركهما وحيدين يعانيان الغربة طيلة هذا الشهر العظيم. لنحاسب أنفسنا أيها الأخوة الكرام، ونشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لطاعته، وأن نرجوه سبحانه وتعالى أن يزيد في توفيقنا، ونرجوه سبحانه وتعالى أن يزيد في توفيقنا، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجر الخير على أيدينا ويجعلنا مباركين أينما كنا، ونستغفر الله سبحانه وتعالى على ما قصرنا، ونستغفر الله سبحانه وتعالى على ما أذنبنا، نستغفر الله سبحانه وتعالى على الغيبة التي اكتبناها، وعلى النميمة التي ارتكبناها، وعلى الأفعال المشينة التي عملناها، وعلى الغش الذي ربما غششناه، وعلى الاحتكار الذي احتكرناه، وعلى رفع الأسعار الذي رفعناه. كل هذه نستغفر الله سبحانه وتعالى منها، لعل الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم يغفرها عملا بقوله سبحانه وتعالى إن الله غفور رحيم. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويداوي قلوبنا، وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال.